في احتفالية مميزة نظمتها وزارة الثقافة بدار الأوبرا المصرية تم تكريم 116 مبدع من اللي حصلوا على جوائز الدولة، جائزة النيل والتفوق والتقديرية بداية من عام 2019 حتى عام 2024. الاحتفالية كانت تعبير عن اهتمام الدولة الكبير بتقدير رموز الأدب والفن والثقافة. هنعرف تفاصيل أكتر عن هذه الاحتفالية معنا عبر الهاتف دكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ بسام، صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير على الشعب المصري كله. يعني عايزين نعرف تفاصيل الاحتفالية اللي تم تنظيمها للحاصلين على جوائز الدولة، خاصة وإنها المرة الأولى من سنين. الحقيقة طبعا يمكن كانت ظروف كورونا وإيقاف الاحتفالات والأنشطة كانت السبب الرئيسي في تعطل الحفل السنوي لتكريم رموز مصر وروادها في مجالات الأدب والعلوم والفنون. فكانت يعني توجيه معالي الوزير الدكتور أحمد فؤاد أنه للمجلس وتكليفه بإعداد احتفالية تليق بتكريم الرموز في كل من بداية من 2019 حتى 24 تعبير عن تقدير مصر وتقدير وزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة لرموز مصر الحاصلين على الجوائز المذكورة. والحقيقة أن الاحتفالية يعني كانت مبهجة جدا، وإحنا كنا سعداء على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشخصي أن إحنا نتقابل مع هؤلاء يعني الهامات والقامات الكبيرة المصرية التي يعني أنا على المستوى الشخصي لما أكون أحلم أقابلهم في حياتي يعني. صحيح. فكانت جميلة جدا وكنا سعداء بها جدا جدا يعني هي قوة مصر الحقيقية في مثقفيها ومبدعيها. احنا بنتكلم على أسماء وقامات فكرية وأدبية وفنية كبيرة وأرفع جوائز في الدولة، يعني احنا بنتكلم جائزة النيل أرفع جائزة، ثم جائزة الدولة التقديرية وجائزة التفوق. حابين نعرف من حضرتك، يعني احنا بنشوف دلوقتي شوية صور وفيديوهات للاحتفالية امبارح، أبرز الأسماء المكرمة والقامات اللي كرمت بالأمس. الحقيقي يعني أنا إذا اتسع الوقت لذكرت ال 105 أو 106 علم اللي تم تكريمهم أو تكريم أسمائهم، لأن بعضهم توفاه الله. لكن وأخشى أن أذكر علم دون آخر، فكلهم أساتذة وكلهم علماء وأفاضل. لكن لعلنا نرى معا في الصور الآن يعني الأستاذ الدكتور علي الدين هلال، الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، الملحن المبدع راجح داوود، دكتور حسن السعدي. يعني أنا أخشى أن أذكر بعض ويعني أنسى الآخر تخون من الذاكرة، لكن يعني حقيقة جميعهم كبيرا وصغيرا يستحقون ما نالونه واحنا كنا فعلا زي ما قلت سعداء، ويعني شرفنا بوجودهم بالاستاذ الدكتور محمد صابر عرب، الاستاذ الدكتور ممدوح الضماطي. يعني الواحد هيقول مين بس يسيب حاجه جميله خالص. وحقيقي يعني فعلا هذه البلد ولاده، ليست مقوله عابره ولكنها حقيقه. هذه البلد قوتها فعلا الناعمه في مبدعيها ومثقفيها وفنانيها وادبائها، وده تعبير بسيط. يعني استاذ الدكتور احمد نوار، يعني هقول ايه بس يعني انا كمواطن مصري قبل ان اكون امينا عاما لمجلس الثقافه، يعني شيء مبهج وشيء جميل، وده تعبير بسيط من معالي الوزير ومن شخص ضعيف لهؤلاء القامات والهامات. طب ازاي يا دكتور بيتم اختيار المكرمين؟ ايه المعايير؟ سؤال حضرتك جميل جدا. المجلس الاعلى للثقافه في يعني اداره مركزيه لشعب واللجان. هذه اللجان في اربع شعب، في 24 لجنه وفي اداره الجوائز. بيفتح باب الترشح للجوائز من اكتوبر، احنا خلاص على يعني بصدد الاعلان او فتح باب الترشح للجوائز العام الجديد من اكتوبر لحد ديسمبر. هناك مجموعه من الجهات حددها قانون المجلس على الجامعات هي التي لها حق الترشيح للجوائز. ده بالنسبه للجوائز الثلاث الكبرى، اما جائزه الدوله التشجيعيه فيحق لاي شخص يرى في نفسه ان يتقدم مباشره للمجلس الاعلى للثقافه ليترشح بذاته، اما جوائز النيل والتقديريه والتفوق ده بيتم الترشيح من خلال جهات مختلفه زي مراكز البحوث، الجامعات، النقابات المهنيه المتخصصه، اتحاد نقابه اتحاد الكتاب، نقابه المهن التمثيليه، المهن الموسيقيه وما الى هذا. هذه الجهات بترسل ترشيحاتها للمجلس الاعلى للثقافه، وهناك لجان متخصصه في كل فرع من فروع الشهادات دي بتدرس
السيره الذاتيه للمتقدم يعني نوع من الفلتر الثاني، جهات بتبعت وبعدين بيتم فحصها وفحص انتاجهم العلمي او الثقافي او الادبي او الفني المتقدمين بيه. واذا تعدى اذا يعني كان هناك مرشح واحد فيفوز بالتزكيه، اما ان كان هناك اكثر من مرشح فبيتم بعد كده تصعيد الاسماء الى الامانه العامه للمجلس ليتم التصويت عليها. صحيح. في تصويت سري واقتراع سري ثم تعلن الجوائز بعد ذلك. بنشوف هذا المشهد سنويا، فكرة التصويت يعني من أسماء كبيرة طبعا على أسماء المرشحين لجوائز الدولة التقديرية والتفوق وطبعا جائزة النيل. عايز أسأل حضرتك قيمة هذه الجائزة للمثقف المصري، يعني شعور هذا المثقف أن الدولة تكرمه على مسيرته ورحلته الطويلة، خصوصا لما نتكلم على جائزة النيل أو الجائزة التقديرية وهما أكبر جائزتين يعني يعتبران في المشهد الثقافي المصري. الحقيقة أن كل يعني مبدع أو فنان أو أديب أو حتى سياسي أو ما إلى هذا في فرع من فروع الجوائز ده بيبقى نوع من أنواع التكريم النفسي والمعنوي ورسالة حب وتقدير واعتراف. يعني حتى معالي الوزير كان دايما قالها لكل من صعد إلى المسرح ولتلقي الشهادة والتصوير، كان بيقوله دايما كده في لكل واحد، مصر النهاردة بتقول لك شكرا، مصر النهاردة بتقول لك شكرا من القلب، وهي والمشهد هو المشهد كده. الشهادة ليست قيمة مادية، هي قيمة معنوية وقيمة نفسية. لما كل واحد فينا بيشتغل وبيجتهد وبيتعب وبيقدم في مجاله ويتفانى في عمله، البلد أو بلدنا الجميلة الولاذة ذات العمق التاريخي والحضاري العميق بتقول لأولادها شكرا، ممثل في الصورة اللي احنا شايفينها وصفها شايفينها، ويمكن حضرتك تستطيع أن تقرأ لغة الجسد ولغة الوجه، الكل مبتسم الكل سعيد. وحقيقي كان يوم جميل، ربنا أكرمنا فيه جدا حقيقي. يعني بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أسامة طلعت الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، شكرا جزيلا ليك.